مكشوفا عليكم يا أهل الباسلة. معكم نخبة جاءوا من القاهرة، جاءوا ليشاركوكم هذا الاجتماع. نعم، معنا اللواء الدكتور مصطفى كامل محافظ بورسعيد الأسفل، والكبير الاستراتيجي. معكم فضيلة الشيخ الدكتور مظهر شاهين، وممثلا عن الأزهر فضيلة الشيخ أحمد حسين. معنا أيضا القصة أربية فهمي المتحدث الرسمي عن نطرانية بورسعيد، الموسيقار ناصر المزداوي. كل هؤلاء جاءوا إلى بورسعيد ليشاركوكم هذه الأمسية. نرحب جميعا بكافة التكتل والمؤسسات الرسمية التي تعلن تأييدها للسيد رئيس الجمهورية، والتي تجتمع على راية واحدة، راية تحيا مصر تحيا مصر. وراي عشان يخطفوني، ولكن كنت قاري هذا الكلام وعامل حسابي ما يخطفونيش وانا فيه روح. والله العظيم ان انا كنت بخش الحمام والبندقية في ايدي، وبركب الوبور احرط والبندقية في ايدي، وبحجب الجاموسة والبندقية في ايدي، ومحد ليه عليا يمين. كل هذا بسبب الايام السادة اللي احنا شفناها مع الاخوان، ربنا يسامحهم. وظلينا على هذا الحال ايام. ولما جاء بقى موضوع الرئيس السيسي وهو لسه وزير، نفسي انا في واحد بقى ياخد بايدينا. وبعدين لما جه اول بدايه القصه بقى، لو انتوا فاكرين يوم ما كان قاعد وشيخ الازهر على يمينه وبابا الكنيسه على شماله، لو شفتوا هذا المنظر، انا والله لن انسى هذا المنظر. الدولة منهارة، والمؤسسات منهارة، والجيران منهارة، جيراننا كدول منهارين، وقاعد زي الاسد ثابت، قاعد زي القمر. نعم زي القمر، اسد جنرال، راجل ما بعد كده رجولي، لكن اسم الله هو كده. والدمع مالي عينيه، والحزن مغطي وشه، وقلبه ملان الم ووجع على ما يحصل في بلده. كنت في هذه الحاله اكني اكلمه واقول له: ماذا تفعل ايها الفرعوني والكلاب ملمون حواليك؟ ماذا تفعل ايها الفرعوني الصغير والسيوف مسلطة عليك؟ دكتور اللواء مصطفى كامل محافظ بورسعيد السابق، والدكتور هاني البنا رئيس قناه الصحه والامان، والاعلاميه منال عبد اللطيف، وكل الاخوه الافاضل، والدكتوره دانيا، الاستاذ ابراهيم، وكل الاخوه الافاضل اللي حضروا، اضافه لشعب بورسعيد الباسل العظيم واستقباله الحافل الذي سيبقى في على امثالي ان هم يتكلموا مع شعب مثقف زي شعب بورسعيد، وانه كمان تيجي كلمته بعد قامات كبيره. الدكتوره داليا والاستاذ ابراهيم بيصعبوا عليا الحقيقه المهمه جدا، لاني ببقى مش لاقي حاجه اقولها بعد الكلام العظيم اللي هم قالوه عن قوتنا المسلحه وعن شعب بورسعيد وعن علاقه مصر بالاعداء وما الى ذلك.